أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟ وإذا كان لا يجوز فأنا قمت بزيارته، ماذا أفعل بارك الله فيكم، وهل علي شيء؟ لا تجوز للنساء زيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد، وهذا لفظ عام يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا. نعم.